في ندوتنا الندوة التعريفية للرابطة الفلدانية اللي يقيمها فرع كندا للرابطة. هذه الندوة راح تكون محاورها خمس محاور. بداية كلمة ترحيبية للمونسنيور داود بفرو راعي الخورنة، والخورنة هذه هي راعية هذه الندوة طبعا وفق توجيهات أبينا الباتريارك، أبينا الباتريارك مار لويس ساكو اللي تعهد على دعم تأسيس الرابطة في المرحلة الأولى، ويوجه أيضا الأبرشيات كافة في دعمها وإسنادها في المرحلة الأولى في مرحلة التأسيس. وعلى ضوء ذلك أيضا تلقينا دعم كبير من سيادة المطران إيمانويل شليطة، وبالتالي هو اتصل بكل الكنائس حتى تحتضن وترعى هذه الندوات الأولية، والحمد لله والشكر. كنيستنا رعت هذه الندوة. المحطة الثانية راح تكون مواقف ومحطات في تأسيس الرابطة الفلدانية، وبعدين راح ندخل إلى صلب الموضوع، المؤتمر التأسيسي والنظام الداخلي. راح يتحدث بالأخ منير هرمس عضو الهيئة العليا المنتخبة للرابطة، ونترك المجال في الجزء الأخير لكم للتحدث والتعليق والمناقشة وإبداء الآراء والاستفسار. يتفضل المونسنيور داود بفرو لإلقاء كلمته في البداية. أخوتي الأعزاء الحضور، بداية أشكر الأخ منير هرمس عضو اللجنة العليا المنتخبة للرابطة الكلدانية عن كندا على قدومه اليوم إلى وينزر وحضوره هذه الندوة التعريفية، وأشكركم جميعا لأنكم لبيتم نداءنا وحضرتم لتستمعوا وتتناقشوا بكل ما يخص الرابطة. إن الرابطة الكلدانية تنظيم قومي اجتماعي ثقافي دعا إلى تشكيل غبطة الباتريارك ساكو باتريارك بابل على الكلدان على ضوء متطلبات المرحلة، ليكون هذا التنظيم خيمة قومية ثقافية تضم جميع الكلدان وتسير جنبا إلى جنب مع الكنيسة، ولكن برسالة مكملة لها. فالكنيسة رسالتها روحية تبشيرية بالإنجيل للكلدان ولكل المسيحيين، والرابطة ستكون رسالتها قومية ثقافية اجتماعية يحتاجها الكلدان، وخاصة في هذا الظرف العصيب الذي يمر به هذا الشعب من تشتت واضطهاد وذوبان في ثقافات أجنبية. فالرابطة ستكون الجسر الذي يربط بين أبناء الكلدان في الوطن وحول العالم. ومن المبررات الأخرى في دعوة غبطة أبينا الباتريارك هي فشل التنظيمات السياسية الكلدانية في جمع الكلدان، لا بل ساهمت تلك التنظيمات في التشتت، وبالتالي ضعفت وضاعت حقوق الكلدان. نتمنى من هذه الرابطة أن تكون خيمة للجميع ويتوحد الجميع فيها، كما دعا غبطة الباتريارك قبل أيام أن توحدوا أيها الكلدان، وعليكم الالتفاف حول رابطتكم لتكونوا أقوياء وتطالبون بحقوقكم كاملة غير منقوصة. كل أمل أيها الإخوة بنجاح هذا التنظيم القومي، وسنكون داعمين له كونه تنظيم لأبناء كنيستنا الكلدانية. فأهلا وسهلا بكم جميعا مرة ثانية، ولتستمر ندوتكم في رحاب الكنيسة، وسوف ندعم كل ما تقررونه في هذه الندوة وبكل إمكانياتنا، وشكرا. شكرا للمونسنيور داود بفرو على كلمته الترحيبية الجميلة، وإحنا على ثقة أنه دائما تدعمون أبونا وتدعمون شعبكم، لأنه هذا شعبكم، وهذه الرابطة تضم هذا الشعب من الجانب في الجانب القومي والثقافي والاجتماعي.
المواقف والمحطات في تأسيس الرابطة الكلدانية. مثل ما نعرف، كل برنامج وكل مشروع يبدأ بفكرة، والفكرة انطلقت من رابطة أدينا البطريرك نتيجة الحاجة لتأسيس هذه الرابطة. عندنا مبدأ يقول الحاجة أم الاختراع، فمن شعر أدينا البطريرك أن الكلدان وفي هذه الظروف، خاصة بعد 2003 تشتتوا في بلدان المهجر، ثقافتهم ذابت مع ثقافات أجنبية، داخل البلد هجروا، طرح فكرة، والفكرة كانت تأسيس الرابطة الكلدانية اللي راح تكون جنبا إلى جنب وبموازاة الكنيسة، بس في شأن قومي ثقافي اجتماعي، والكنيسة تكون في شأن الروحي مثل ما تفضل أبونا داود قبل شوية. فهذه الفكرة كانت تحتاج إلى إنضاج وإلى مناقشة وإلى دراسات معمقة. الفكرة طرحها في 2014، في بداية 2014 شارل شباط، وبدأ هو شخصياً للتاريخ، هاي نذكرها، بدأ هو شخصياً يتصل بشخصيات كلدانية متعددة، والداول في تشكيل الرابطة وإعداد الأسس اللي راح على ضوءها راح تتشكل الرابطة حتى يتكون أو يعد البرنامج أو النظام الداخلي. وفعلاً أعدت مسودة لبرنامج النظام الداخلي من قبل الأخ الدكتور عبد الله رابي بالتشاور مع آخرين طبعاً، وقدمت إلى البطريركية. في هذه المرحلة بدأ كتابنا ومثقفينا، كتاب الكلدان والمثقفين، بدأوا بتغذية الفكرة لغرض إنضاجها. طبعاً من خلال المقالات والكتابات والنقد في بعض الأحيان، الإضافة في بعض الأحيان، إلى أن نضجت هذه الفكرة. فكان لكتابنا ومثقفينا في كندا مساهمات عميقة في هذا الموضوع. نذكر منهم الدكتور عبد الله رابي، الدكتور صباح قيا، الدكتور بولس ديمكار، وزيد ميشو، وبطرس آدم، وعبد الأحد قل، وآخرين كانت لهم مقالات عن الرابطة غطت مساحات واسعة في المواقع الإلكترونية، وصارت نقاشات كثيرة حولها. في 2 نيسان 2014 بعد شهرين من طرح الفكرة صدرت عن الباتريركية المسودة المعدة للخطوط العريضة للنظام الداخلي. هذه المسودة كانت الأساس، استمر المثقفين بدعمها بإعطاء الزخم المطلوب لها. في 7 شباط 2015 صدر بيان السينودس الاستثنائي تضمن نشر مسودة النظام الداخلي، المسودة الأولى اللي أيضاً صار بها تعديلات كثيرة. شارك مثقفينا في كندا وأمريكا في ندوة بتاريخ 12 نيسان 2015 دعا إلها سيادة المطران إبراهيم لمناقشة مسودة النظام الداخلي وتثبيت ملاحظات قيمة حولها. الحقيقة هذه الندوة، والجميع يعرف من المثقفين يعرف أهمية هذه الندوة والملاحظات القيمة التي طرحت في هذه الندوة. هؤلاء هم المشاركون في اجتماع ميشيغان في 12 نيسان، وكان من كندا 5 أو 6 مشاركين، وفي ضمنهم الأخ منير هرمس اللي الآن هو يمثل الرابطة أو مسؤول الرابطة في كندا، كان مشارك في هذه الندوة، وآخرين كان دكتور صباح ودكتور عبد الله والكل. في 24 نيسان 2015 دعا رابطة الباتريرك وخلال احتفاله بعيد مارك ورقيس قال قريبا سنشكل، كان الوقت يقترب من تشكيل الرابطة، قريبا سنشكل الرابطة الكلدانية وسندعمها بكل قدراتنا. في 3 حزيران 2015 نشرت مسودة النظام الداخلي المعدلة لغرض تقديمها إلى المؤتمر التأسيسي.
جاءت نقطة التأسيس في 1 تموز 2015. بدأ المؤتمر التأسيسي في عنكاوة. شارك فيه المثقفون والنشطاء الكلدان من كل دول العالم. وكان الأخ منير يمثل الكلدان، يمثل كلدان كندا في المؤتمر. في 2 تموز أعلن رسمياً تأسيس الرابطة وانتخاب الهيئة الإدارية لها. والهيئة الإدارية كانت برئاسة الأخ صفاء هندي، ونائب الرئيس جمال قلابات، والسكرتير دومينيك كيندو، ودكتور أمانج فرانسيس أمين الصندوق. أعضاء الهيئة الإدارية إضافة إلى هؤلاء الأربعة كانوا 9، ومنهم الأخ منير عن كندا. في 4 تموز تم، يعني بعد يومين من تأسيس الرابطة، تم إعلان النظام الداخلي بصيغته النهائية اللي يتكون من 18 مادة، سنأتي إلى عرضه لاحقاً. في 10 تموز الموقف الأول بعد أسبوع واحد فقط، رئاسة الرابطة تؤكد على الحفاظ على القومية الكلدانية وتاريخها المجيد. هذا جاء ضمن إعلان برنامجها لفترة السنة المقبلة. هذه صورة عن المؤتمر التأسيسي للرابطة الكلدانية في 1 إلى 3 تموز اللي شارك به نخبة من مثقفي الكلدان مع الأكليروس. في 28 تموز بعد 25 يوم فقط، كانت هناك أربعة مواقف قوية لرئاسة الرابطة الكلدانية. 1، رفض التسمية المركبة الكلدان السريان الآشوريين. 2، رفض عبارة المكونات الصغيرة التي جاءت في دستور أو مسودة الدستور لأقليم كردستان، وطلبت الرابطة استبدالها بالمكونات الأصيلة عند التطرق لحقوق المدنية والقومية الكلدان. رفض تحويل أفراد عائلة قسراً إلى الإسلام عندما يعتنق أحد الوالدين الدين الإسلامي، لأن جاءت هذه الفقرة في مسودة أقليم كردستان، رفضتها رابطة الكلدانية، رئاسة الرابطة الكلدانية في البيان، وأكدت في هذا البيان على بذل الرابطة قصارى جهدها لتثبيت مطالبنا الشرعية. إذن جاءت على المطالب الشرعية، مطالب الكلدان الشرعية. في 15 آب، وهو الموقف الأخير اللي يعني مثبته، قبل أسبوع موقف غبطة البطريرك يدعو كلدان العالم إلى الوحدة ونبذ الخلافات والالتفاف حول رابطتهم الكلدانية. هذا توجيه جاء خلال كلمة كتبها في موقع البطريركية غبطة البطريرك ساكو في 15 آب، ودعا الكلدان جميعا للالتفاف ونبذ كل الخلافات الموجودة والالتفاف حول رابطتهم الكلدانية اللي راح تكون خيمة للجميع. حتى نرجع إلى المؤتمر التأسيسي، و الأخ منير يشرح لنا بعض الفقرات في المؤتمر التأسيسي لأنه هو حضر المؤتمر التأسيسي، وأيضا النظام الداخلي اللي أيضا راح أعرض عليكم ووزعناه عليكم، لأن هو هذا اللي يعرفنا في الرابطة الكلدانية. فيتفضل الأخ منير بالحديث. سلام اللغنا خنوافي خثواثي قدم توخم برختا يومخنا وبريخا لا لا نمخكم كالدايا ونخان ليذي يجي بشرح بلشان عربايا سبب بخشاوي يعني أذ بنيانا السنيقة لنا عامودي من هذا كل هيا يوتد خعمة السنيقة العامودي خعمودة ريشايا اللشانة من هذا يعني إن محكم بلشانة كردايا إن خان ليدي أنا بشقنا طالب لشانة إنجليزناية إن عربايا اتليقوا بالطيبوثة شكرا مونسنيور رابي داود بفرو والأذب ساسة فرصة تدعاثق تفخ بيوخن أخم ديثة ديا نخليثة ونزر هر كل نتلنا شخة ونشواثة ويوخ خابيثة أخدو ديثة ونزر وهر هذا خب شكرا أخونا أسيا دكتور أسيا
جورج ماركوس الأذ محضرت المحضرة بس خمدي ثوالي عقبت المندي دميري بمرنا مبال النكتة كيامري انخاء عن كبا ودايت قوبيثا لا قرك خالص من شيكر خلص من شيكر قوبيثا أخنا انكبخ قيمخ الأقلان كلمة أنا يوثا قرك قطلخلا أي تانية أنا قرك قطلخلا خمدي أخنا نحن مغذاذي فمن هذا شمات تخيري لأخونا رابي أسيا هل هذا خيتم برسوبي قو أستراليا هذا خيتم برسوبي قو يوروب هذا قو أثرا حبيوة بطنهر العراق إثوالي هذا تخمنتها فمن هذا أثتن إثد أنا لك بخ أو كريديبولتي تشو برسوبا بس تخبر سوبا ليلة أنه مرومي من الشأن ديو كشيروثا أن تريل كشني إيت الدين أي قاها قميثا بسيلة أذب السوثة التقامة أنه متخمنخ يملك له زدقنا شاي الحقوق المدنية تعمى أخنا نتريل بشني إيتي واو يمن إيواوا بيثا إيواوا مندي عوقانا دائما عقوخوا إذا قوخوا طرد إيتا بل كنت مطاشخوا قو إيتا هذه يوم سبب عصر مشغلب لي تخمنت مشغلب لي مشغلب بقو يوروب خمسة مشني أي برشتد لا مروخ لب برشتد إيتا الدولتا لكن إتخكمة من ديانة إيتا لي بقو ذالهن لك بقو ذاله مو لي بقو ذاله بس لك بقو ذاله يعني إلي درق الشريحوث الديو فمن هذا تخمنت ثيلة أنه كل ذاي إلى سنيقة برسوبي مديناي آني وزالي وبقري زدقين آصورة كالدايا الرابطة الكلدانية آصورة كالدايا يعني أثنيت آصورة قرك مركز وخلو سبب آذي لشمة يعني تيالا يعني أنا دايموثا يعني مركز محكوخ بدل شانة ديوخ خجيول خايموت تيالا إنه هؤلاء شو هارب لشانة ديان يعني يا يعني أنا تورنتو تلا خمدي لا سقيلة جو تورنتو أذ يمرخ له ميكس مارج أذ ميكس مارج إلى فقدت الانتماء يعني أنه ناشا منتمى الخمشتة مع خجماعة أذ إلى بمياثة فأخنا قرك من ديان ما تدخل أولويات تدبرناش الديان آمر أنه أنا بزاي لبس الإيتا سبب إلى إيتا لا إلى عمدي إلى ناشدي إلى شاندي إلى تقصدي إلى ترجيدي كل إن من ديانة مشكله بيته كالدايا فهذه بس كريوثا ولا لا كريوثا رابي إثوالي هدف إنه كو كندا إثوالا مساهمات ومثقفين إلى جانب البقية لا إثوالا مساهمات فمثقفين اللي كان لهم دور في إنضاج الفكرة يعني كان لهم حق علينا هذا القصة تقصى قوانايا النظام الداخلي دي اتلوخن بلكت لكل لوخن اتلوخن سبب مثالي خاكمة كابيس إلي مخ نظامة كل جمعية يعني لهن خازوتني إلي إلي التركيبة انتخابات فلان من ديانة يعني كل إن من ديانة يمري آليات التنظيم يعني خم ديانة يعني بيسك إليهن بس انا زي مركز التريمندي يعني تريمندي يعني الى هويه الرابطه ونيشا واثا يعني اهداف الرابطه نيشا واثا هويه ديو قمايا الى كالديثا كبيره ميرهن بلوماذا يعني مؤتمر بريلي تما الى كالديثا تما لهويا كالديثا ارميثا كالديثا سوريثا اثوريثا كالديثا فلامندي يعني أذمندي بصراحة أمرنا أخونا خنواتي خثواتي قام خمشيش إني بريلا رابطة المارونية قام طلاثيش إني بريلا رابطة السريانية قام أربيش إني بريلا حويادة ولاية آثوراية يعني اتحاد الأشوري العالمي تمها بس دانت مشارو خمندي كالدايا طرنطم تاي بالطا يعني أذمندي يعني أخنا ليخ فهم اللي يعني تمها إيثن دايما استهداف كل مندي هاو كالدايا فمطيلة حقيقة قولوا ماذا قولوا مؤتمر أذمندي قارك هاو كالدايا وهاوين شو هارب كالدايا وثن هذه ليلة عصر وقو بياني ختامي دلو ماذا مؤتمر
مبينا انه اخنواثراي وسريان الى اخنواثن لا بل اخنن يعني كلداي اخنن كلداي يوخبش ان برسوفي من بالد ايتا من بالد شت اسي الحويادة وزال القامه بتاع خور خاذا يعني بتاع خور خاذا بتاع خاذا حويادة ولدها يعني علت بشمته يعني انه لغزي لان هذا في السوثة من اخنواثن خيني فمن هذا خمطيل قطيتا قالك هويا عصورة كلداية الرابطة الكلدانية هذه بكريوثة التعريف الديو من دي خينا هم كريوثة ببرني الانتساب من يبقى أوردو رابطة يعني فاثو تري تخمنياثا تخمنتا ادئيتا يعني ككهنة أو ابسقوبة بامر أنا إيون كهنة أنا إلى الصورة دي إلى بين ماريش ومشيها فانثيلي خا سوريايا خا أرمنايا خا عربايا خا قردايا خا تركمانيا فيش لمشي حايا خو ما بمرطالو لا هذه قرك يعني انه ايثا فيش بثخته يعني يعني اي تخمنت ايثا لا واذمن دي لم يقرأ تشخا يعني لتن حقوثا تشخا لا مداخل لان هذه الى شريحوث الماراني شو مشيها وهرغ زيلن اذا لو كركوك اثناشي قرداي وعرباي لم تشوى ياثي لايثا يمصالي ومارن ابسقوبة كركوك يلمس يعني ميقور لهن وبيوال لهن بساسة بس تيلا تخمنت خيتا يخمارا ان برسوبا لي رايشي الكلدايا ولي مياقيرا كلدايوثو ما اتشولا اثو اور رابطة يعني هر يعني خمن دي لت ليلة ما اقول يعني انا ليل مارو راي انا ما اتشولا زالي اور دو رابطة المارونية يعني ليلة دكتي ليل بيثي يعني فأذ يعني قطيرا خطيثا أنه طالما إلى مدنية يعني أضرابطة إلى مدنية فزلنا الميشة ندتري أنه قرك هاو كالدايا قرك هاو ورشو هارب كالدايوثو هوية بديو وبلشان الديو كالدايا فأذي من تالا قو طقسة قاوانايا النظام الداخلي باثخ الميشة نواثا الأهداف أهداف ده إيبا كذو خسرة وراقي بحصد أهداف ويبقى نمرخ لهن تتتنياتا كل من دين يخص الكلدان كل من دين يخص الكلدان ما عدا لها الشولة بقيتا رابطة اتلا بساسة تتبل خفقاو اندي لي يلبانا اندي لي اقتصادي اندي لي بولوتيقايا معنى ملي لحزب سياسي بس رابطة التحقوثة ورعيانة الدير الى خشوت آسا رشما يبشمت كلدان الى مؤسسة رسمية شرعية تمثل الوجه المدني للكنيسة الكلدانية هاي دخي لا خمد خينا اذ مخيمخ خط بين ايتا ورابطة ما قايثني الصورة بيناتهن اتلا رابطة اتلا استقلالية اما باما باتخاذ القرار لكن شيت قميثا ميرا انه دخي على زورا انه مقيمت لها الباب ويما كبا مسي مبالا له داند ماطل بسيل تمانيسر اسري وطلافيش اني بيويل هذا حيروثا انه تتآوى شاقل هذا آوى شاقل قرارات بيانو بس هم بابو يما إليهن بفري بفرو يعني فم هذا ايتا خشيتا متولا مرشد روحي خاكهنا إلى بقوربا هاو منسق يعني بين ايتا ورابطه والخشيتا زي لبعض ما دخاثا بصر خشيتا مؤتمر خاثا كتخا الديل في شهد داما الحقوثة حاضر ومراشح وبالخ دامت يعني اخنا يعني خمدي ثيل بالي دها دائما كبن امرني رابطه الى وسيله ليله غايه يعني الى يعني إلى خور خماطت زد قد عم ديا أنه أدعم كبالي مسون بالا أدعم كبال مسون بالا فأخنا لمرك زخت الآلية الرابطة قالك نزال خبرها قالك النيشن بان إيل نيشن أنه أدعم إلى دعتيد يعني مستقبل ديو إيل مزديانة لا بس عما هم إيه زو يعني أنا بلكت خك مكان لم اتفقي مني أنا يمر أن تريال بشنة إيه تقم حميالا كل ورخاثا بلشانا بيولبانا مدرشياتا بكثاوي كل ورخاثا إدي يوما
ليه بروح اي تورس مختلف سب ما راي شو شي حنا طريقه لكن يبقى خمدي شنو كنائس محلية يعني خمدي ايتا قاوانيتا يعني الكنيسة العالمية الدين مش تقسير له ماراني شو مشيح الكيف او ادمدي يعني طران الدهانة لازي لهاي لهم لكن ككنائس محلية لازم يعني تخمنت لها وكيتا تتناشى لازال بشرحوقة ايتا الى سنقتا الكل خا طنانا من نوخن يعني كل خا برناشة وغيرة غيرة بيت أبي أكلتني أذن لي إيمان شقلوخ للعمة وإيمان شقلوخ للإيتا سبب إيتا من نوخن يبقى من نوخن يعني النيالة المصبرة لو مخيرا مثلهم مثل غيرتا الإيتا وطقسا وتشعيتا بيا ووجود بيا لأمنا أنا تبا بشك برون الإيتا كاتيتا زالي خائدة خيتا هل يكون كان معزز مكرم وكل من دي وبشك لها طاقات فنيشن علاها رابطة أنهم طقسوا بيتا كالنعم هذه كريوثا كريوثا كما كثف السر وراقي كثف نشانواتا وفلام دي وفلام دي وفلام دي كريوثا بمروخ طقسوا بيتا كالنعم تاني هذا محكياتا كبيرة لهم سبع دانا أمويرا ورابي رابي داود أوكيوت يوخ بساسة البقاروفن سب جذب من بقارة زي لبلطي محكياتها أنا أبي دها بها المحكوية والصفرة لك على يعني بلشانة ديان إذخا لفهم لبلشانة يعني كم بلشانة خينا باقر باقر رابي لفهم نخ أوكي باختصار يعني لو تشوف خلال 80 سنة الأخيرة ما روح 2000 سنة 80 سنة الأخيرة الكلدان كان لهم دور يعني تأسيس الدولة العراقية ومشاركة بأنظمة الحكم لو تسوي ريفيو يعني استعراض اللي صار أنه إحنا الكلدان دائما نشتغل لغيرنا يعني نزرع وغيرنا يحصد سواء بالدولة العراقية نفسها بالدولة العراقية نفسها أو بقليم الشمال أو بالأنظمة المختلفة إحنا دائماً نطي ونضحي وغيرنا يقطف الثمار يعني فدائماً نقول الحاجة هي سبب الاختراع يعني هي تدفعك أنه تخترع شيء اليوم الحاجة الماسة النقطة التحول راح تصير بوجودنا ككلدان أنه طلبت أنه لازم يكون تحرك تحرك بأسرع وقت ممكن ولو جاي متأخر ودائما نقولها لو كان عندنا رابطة كلدانية قبل 100 سنة هسه كان عندنا دولة لو منظمين نفسنا يقول ابن العبري يعني طقسة يقول مذن حاي حاسومي ولا طقسي الشرقيين المسيحيين ناس حسودين وغير منظمين فاحنا هالمرض هذا اللي بينا اذا نخلص منه الحسد والانا هي الانا شنو يعني من الحسد تعرف شلون ولما نكون منظمين شنو انه جماعه ودائما اقولها وقلتها بالمؤتمر انه تجيب الانسان كلداني كشخص تشوف انسان ناجح اجتماعيا اقتصاديا كل شيء ناجح بس من يكون سوية هنا الطامة هنا المشكلة فالغرض من الرابطة انه احنا نرتب بيتنا الكلداني يعني مختصر مفيد اذا ما اعرف اعيد شيء اللي قلته هذا المختصر المفيد بصراحة فالفكرة صح مو نقول سيدنا الباتريارك لكن هو يعني انا قبل ما يصير باتريارك كنت متخوف من عنده قلت راح يسوينا كلنا عرب كلنا بعدين شوية فكرة الحاجة هذا الزلزال اللي صار بالموصل وبسهل نينوى هز كل وجدان وأنا أقول لكم فد مثل مكتوب بكتاب الديشير كالدو آثر الجزء الثاني يقول كان اكو فد راهب كلداني رايح من بابل الى غرب تركيا
فهناك أفت صومعة قليتها، صارت طلعت بدعة أريوس. بدعة أريوس كانت ضد تعاليم الكنيسة بهاي المنطقة. جماعة أريوس كانوا مسيطرين يعني، ويستعملون أنه يضطهدون المسيحيين الباقين. فديوم الحاكم على حصانه والموكب ماله دا يمشي، لقى هذا الراهب الكلداني دا يستعجل دا يمشي. قال وقفوه، هذا الراهب شنو شغله؟ مو مكانه هنا، المفروض يكون بالصومعة بالقليتة بالجبل. وقفوه قال له ليش دا تركض؟ فجاوبه قال انت ايش تتوقع من ابنية بتول بيت ابوها ما تطلع للناس، وفجأة احترق البيت، راح تطلع ويا الناس تروح تجيب مي وتطفي بيت ابوها، فالمسيحيين دا تقتلهم دا تذبحهم، تريدني يعني ايش اسوي بالصومعة مالتي بالجبل؟ فانا واجبي اليوم انه اتحرك وانقذ المسيحيين. فاليوم اللي صار انه كل وجدان خاصة رجال الكنيسة، وكنت يعني حضوري للمؤتمر شفت فد شيء رائع، سبع مطارنا ويا الباطريرك، يعني فد حماس انه لازم نتحرك، لازم نتحرك، لانه الكنيسة ما تتدخل بالسياسة، مو معناته ما تتدخل ما تطي رأيها، صحيح ما تاخذ مناصب ما تاخذ الى يعني مو هي مهنة، لكن الكنيسة هي اللي تشوف حسب ضمير الإنساني، أنه تقول بدون خوف، هي المؤسسة الوحيدة اللي تتكلم حسب الضمير. فباختصار قلنا، والرابطة حاليا هي مثل تجربة فت سنة، تجي طروحات تجي أفكار، والكل كل كلداني 18 سنة وأكبر من 18 سنة إلى حق ينتمي للرابطة، لكن حطينا شرطين بس، والشرطين هي مو الشروط وإنما بديهيات، يعني إنسان يعتز بكلدانيته، يحترم كلدانيته ويحترم كنيسته. يعني أنا يعني أمي يعني من القرية وأمية، هل معقولة أنه أنا أطلع للشارع علني مثلا واكسر يعني من مقام امي؟ فهذا الـ 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 الغلط البعض للاسف انه بس يعني يشوهون سمعه الكنيسه فور نو ريزن يعني ما اعرف. يعني هذا الشرط خليناه انه بعيدا عن المجاملات، هاي النقطتين حمراء، انه الما يعتز بكلدانيته والما يحترم كنيسته، فما اعتقد انه الا كل احتراما الشخصة الا نشوف يعني حالات نادرة يعني موجودة لحد الان. والشيء الثاني، اكو اشخاص منتمين لمؤسسات اخرى كان اكو فراغ بالمجال المدني السياسي الكلداني، فراحوا عن سواء عن نية طيبة أو عن غرض إلى مؤسسة إلى أحزاب، سواء من الأحزاب مسيحية أو كردية أو بعثية أو إلى آخره، يعني مثل ما قلنا أنه اشتغلنا لغيرنا وما اشتغلنا لنفسنا. هذه باختصار ولو ما كانت اختصار. شكرا للأخ منير، والآن نفتح باب الاستفسار والنقاش وطرح الأسئلة، وحتى نبرمج هذا الموضوع إذا ممكن بس تسجلون الأسماء حتى بالتسلسل. الدكتور صباح واحد، بعد النانا من هاي الجهة، ماز داود، بعد منانا. أوكي. الآن دكتور صباح إذا تفضل. أيوه.
شكرا دكتور جورج على حقيقه تقديم رائع، ونشكر الاخ منير على قدومه من تورنتو الى هنا حتى عرفنا عن الرابطه. بس طبعا احنا نشكركم بس امانه خلينا نقول انه فكره الندوه التعريفيه هي كانت فكره الصالون الثقافي الكنداني، بس بالرغم من ذلك هي تحققت الفكره واحنا فرحانين، ومثل ما تفضل الاخ منير وصارت عن طريق الكنيسه، مثل ما تفضل الاخ منير احنا لازم نرفع سمه الانا من عندنا، فلذلك احنا نقول نشكرهم لانه حقق الفكره، الكنيسه حققت الفكره، والاخ منير اجى مشكور، والاخ جورج على العرض العظيم الشيق الحقيقه اللي صدق مثل ما نقول بالانجليزي امبرسيف. طبعا انا عندي بس تعليق على استخدام الاخ منير للغه الكلدانيه. الكلدانيه طبعا هي انتماء ومشاعر بغض النظر عن اللغه، احنا كلنا نعتز باللغه، بس انا متاكد اكو جماعه اكثر من واحد ما يعرف اللغه. اللغه هي عباره عن وسيله تواصل. يعني احنا الظروف اللي مرت بالبلد خلت هواي من الكلدان يفقدون اللغه. بس هذا مو معناته انه فقدوا الانتماء والمشاعر. فلذلك حتى يكون هنالك دائما مشروع ثقافي متكامل يجب ان نبتعد عن اللغه. يعني مو شرط نتكلم باللغه، لا، نحسب حسابات ايش قد يفهمون، نقول يا لغه يجبكم تتكلم عربي، انجليزي، سويدي، كلداني، وبعدين يتكلم اللغه. فارجو ان لا تكون اللغه عائق، لانه هواي جماعه يصير عندها رد فعل يقول لك شنو هذا الشيء كلداني خل اطلع، انا مصلاوي. كلداني بس مصلاوي اطلع. مثلا، اوكي، فاذا ممكن بالمستقبل انه تكون اللغه اللي يفهموها الكل. بغض النظر عن اللغه الكلدانيه او اي شيء اخر. طبعا السؤال انا اقول لكم مبدا من مبادئ القياده وهو اساسه عسكري. مو الحكمه بالوصول للهدف للقمه للهدف، وانما الحكمه بالصمود على الهدف واستثمار الفوز. احنا حققنا الرابطه الكلدانيه، شنو الافاق المستقبليه؟ ما هو العمل الذي سياتي بعد تحقيق بعد تاسيس الرابطه الكلدانيه؟ طبعا اهم شيء انه يجب ان تنزل الرابطه بكل فروعها بقوه حتى تكسب. شنو المشروع اللي في فكر الاخ منير وفي فكر من ينتسب؟ كيف راح يكون العمل؟ هل راح يبدون عمل ثقافي اجتماعي متكامل الى اخره؟ لهذا الحقيقه الشيء اللي احنا خلينا نفهمه وخليه يكون عندنا في الشيء معروف حتى نعرف ايش راح تكون رابطه. انا كتبت في احدى مقالاتي بانه راح يصير تفاوت في نشاطات الفروع لان يعتمد على الاشخاص اللي يمثلون الرابطه. قد يكون في كندا نشاط، قد يكون في امريكا نشاط، يختلف عن نشاط السويد باستراليا، كله يعتمد على الاشخاص. فنريد نشوف شنو المشروع اللي موجود في بال فرع كندا للمستقبل. شكرا على واسف نضالي. بس مقانوخ اسيا صباح عزيزه، بحصد لشانه راح اشرح لك بالعربي. هلا هي وجهه نظر، لما طلعت من العراق رحت تركيا ولا كلمه تركي معروف، حتى بالانجليزي بالعراق من الخامسه ابتدائي درسنا انجليزي يس ونو ويندوز ودور فهمناها. رحت لتركيا كلمه وديت زوجتي للمستشفى ما اعرف ولا طقه. خلال 3 أشهر تعلمت اخذ، يعني التركي ما مجبور يحكي لا عربي ولا كلداني، وحتى الانجليزي من تحكي وياه ما يريد يجاوبك. اعتزازته بلغته تركيا واسطنبول مدينه اوروبيه مستشفى، يعني تحكي وياه انجليزي يباوع عليك باستهزاء. خلال 3 أشهر الحاجه هي خلتني انه اتعلمت عمل اروح اشتغل واجي اعيش عائلتي، يعني منطق هذا يعني. فانا يعني السؤال هذا ما له جواب، ليش انا احس بنقص يعني او احس مو نقص، هو كل اعتزازي ثقافتنا هي عربيه، يعني اسباب احد اهداف حزب البعث هو تعريب كل انسان عايش اللي يعتبروها بلادهم. يعني الانسان اللي يريد يشتغل للكلدان، يعني انا
لازم لا يتردد انه يتعلم، ليش لا؟ يعني كاهن وياي بالدراسه ببغداد لما كنت احكي كلداني كان يستهزئ، يقول لي كان في منير يعني عقدتنا. اجى وصل دوله غربيه يحكي كلداني احسن مني. يقول لي ان هذه هويتي يعني انا اتعلم، انا يعني ليش يعني ليش يعني خلال 3 اشهر اللي يجرب بس يجرب انه راح يتعلم. ف بالانجليزي نقولها دائما the Chaldean we are so soft. We are so soft and so many issues related to our identity. يعني احنا كلش متساهلين بالقضايا اللي تخص وجودنا. كل شيء السياسية، الثقافية، اللغوية، كل شيء حتى الدينية. زين؟ فهي وجهة نظر، يعني محترمة وجهة نظرك، لكن مو بس كشخص، حتى الرابطة أكدت أنه اللغة الرابطة أحد أهدافها أنه اللغة الكلدانية. هاي وحدة. النشاطات طبعاً أكيد ما راح تتناقض أو ما راح يكون تنافس بينها وبين المؤسسات الأخرى. الرابطة تشجع وتساند كل مؤسسة أو جمعية أو نادي، هي لأن هاي كلها نشاطات كلدانية. يعني ما معقول الرابطة راح تناقض نفسها، أنه مو شغل الرابطة تسوي حفلات يعني هاي الشغلات اجتماعية، يعني نوادي وجمعيات والصالون الثقافي والمنبر، مو المنبر، المنبر هو مؤسسة سياسية، جمعية مرميخة. بالعكس يعني احنا لنا فخر انه عندنا هيجي مؤسسات مدنية داخل المجتمع الكلداني. النشاطات الاخرى اكو هواي افكار، يعني it's too early، يعني كلش يعني على مود نقول ايش راح نسوي. بس عندنا سنة ان شاء الله بس نوقف على رجلنا، حتى يعني حتى عربيتي صارت مكسرة رالي. أتمنى أنه جاوبت على أسئلتك. شكرا جزيلا. الآن شماس داود. أهلا وسهلا بالأخ منير، ونشكر دكتور جورج لتحضير هذه الندوة، نشكره جزيل الشكر. أنا عندي سؤال، هو ما هو أظن هو الهدف من الرابطة أنه لم الشمل القومية الكلدانية، لم الشمل هاي بالدرجة الأولى. ثانيا موقف الندوة، موقف الرابطة من الحكومة المركزية في بلدنا وحكومة كردستان، ما هو موقفهم تجاه هذه الرابطة؟ إذا ممكن أن جاوبنا سيد منير وأشكركم. بقار ديو قماية ميروخ، صحيح هو لم الشمل، هذا هو يعني كلمة ممكن نقول مرادفة لترتيب البيت الكلداني، تقريبا مرادفة يعني هي صحيحة، لم شمل الكلدان. الثاني، السؤال الثاني سؤال سياسي. المواقف السياسية it's too early على مود واحد يعني يخطو خطوة، لأنه حاليا بالعراق مثل بالسورة بالكلداني نقول ياما، يعني ياما يعني تروح وتجي. فإحنا ما شاء الله أعدائنا يعني من كل صوب تباوع بس يريدون يتخلصون من عندنا، وينتظرون أي موقف للتأجيج، يعني ينتظرون هذا الموقف. لكن وخل أقولها وبدون خوف، اللي ما يعترف بالكلدان ما راح نعترف به كائنا من كان، كائنا من كان، اللي ما يعترف بينا ما راح نعترف به. اعتقد من حقنا الطبيعي والاخلاقي تجاه شعبنا ومن هذه انه الرابطه هي مستقله وغير تابعه لاي جهه. اللي يمد ايده يساعد الرابطه يساعد الكلدان،
الرابطة مو مؤسسة عادية كأي حزب يكون له رأي، الرابطة مرتبطة بوجود الكلداني من خلال الكنيسة، من هذه ربطناها بالكنيسة لعدة أسباب جوهرية ربطناها بالكنيسة. أحد الأسباب هو هذا الوجود، وجود يكون أزلي، يكون for long term another 100 years، يعني لمئة سنة قادمة، أنه وما تتحول أحد الأسباب الأخرى، ما راح تتحول الرابطة إلى دكان للسيد منير أو للسيد فلان وفلان وفلان يسويها الرابطة دكان له ويبني بيته من خلال الرابطة. اليوم أنا موجود، ممكن بعد سنة أخ من الأخوة يكون هنا ويشتغل يعني. فأعتقد يعني جاوبتك باختصار يعني. يعني تمام حكيك صحيح كله، أشكرك، بس عرفت أنه أريد أعرف أنه موقف الرابطة بالنسبة للحكومة، يعني لأنه بدت حديثة التكوين، وهل يعني السلطة العراقية أو السلطة الكردية لهم علم بهالشيء هذا؟ طبعا معلومات عن هذا. طبعا الرابطه تاسست، وعندنا حاليا مكتب بغداد يسجل في الحكومه العراقيه، ومكتبنا باربيل يسجل في الحكومه السلطات الكرديه بحكومه الشمال الاقليم، وعندنا مكتب بدهوك، وعندنا مكتب بكركوك، رسميا تسجل هذه وحده، والدول الشتات تسجل في كل حكومة، يعني مثلا كل دولة بها تواجد كثيف كلداني راح يفتح فرع وتسجل رسميا، تسجل رسميا. وبأوروبا نحاول أنه بجروباتنا بأوروبا أنه تحاول، أو هنا بنورث أمريكا إحنا وديترويت نحاول أنه يكون للكلدان صفة مراقب بالأمم المتحدة. إحنا شعب بدون دولة، لكن من حقنا يكون شعب، من حقنا نكون شعب. فالأمم المتحدة أعطت حقوق للشعوب اللي ما عندها دول أنه يكون لها صفة مراقبة. فأحد أهدافنا، أحد أهدافنا هو هذا. تعقيبا على كلام الأخ منير أنه اللي ما يعترف بالكلدان إحنا ما راح نعترف به، ضمن السرد اللي سويته على المواقف كان هناك موقف قوي جدا لرئاسة الرابطة عندما أصدرت البيان، واللي قلنا أنه أربع مبادئ نشرت، يعني قالت رفضتها، أربع أمور رفضتها في دستور الإقليم كردستان، وهذه دزتها البيان للحكومة في الإقليم، لأنه هذا موقف وده تثبت موقف مالتها الرابطة، وهذا كان بعمر 23 يوم، عمرها الرابطة 23 يوم من أصدرت هذا البيان. الآن الأخ منصور تفضل. مرحبا بالأخ مدير وجورج. نعرف أن العراق هو منبع الفلانية والسكان الأصليين، والآن موجود مو بس في الهيدان، عندنا باقي طوائف أرمن أشولية. عجب هالتسمية، ما راح تزيد الشرخ بين الطوائف والكنيسة بالعراق بصورة عامة. اثنين، عندنا موضوع اللغة، يعني موضوع اللغة جدا مهم. داني أقول أنا كلداني وأولادي ما يعرفون يحكون اللغة الكلدانية، يعني اللغة راح خلص تروح. يعني أنا أعرف اليهود كانوا منتشرين في كل بقاع العالم، لكن الكل يحكون اللغة. أنا كنت بيولان، أكو مهاجرين من إيران من 1920 موجودين بيولان، لكن اللغة الآشورية ما لهم يحجوريا، وعندهم الجمعيات تعلم الكتابة الكلدانية. الآن أكو هنا عندنا بالكندا نشوف، يعني أنت قسم عوائل كلدانية يستنكفون يحجوا اللغة، يحجي عربي ويا ولد. فإذا كيف أنا أقدر أقول أني كلداني؟ يعني صح اللي ما يعرف، لكن اللي يعرفوا ولده يتربون تربية غير كلدانية ما أشوفها صحيحة. شيء آخر، أنه الرابطة يمكن مقرها راح يكون بالعراق،
وانتوا راح يكتبون قطعه على الرابطه الكلدانيه. يعني مو بس الان احنا بعمرنا احنا من كنا نقول احنا مسيحيين واحنا كلدان، شيء غريب غريب. الان اكو مناطق ما اقدر تقول لا مسيحي يقول لك هذا وين يعيش، هذا يا حيوان وين يعيش؟ فهل راح الرابطه تقدر تؤدي دورها بالعراق؟ اذا ما كان القانون يحميها الرابطه او يحمي الاقليات، لانه يعني القانون هو سيد الموقف، وما عندنا قانون حتى يحمينا احنا. احنا ناس اقليه يحسبونا، في حين احنا سكان اصليين. فهل اخذت هذه بنظر الاعتبار؟ شكرا. سؤالك الأول، هل تعتبر رابطة الشرخ، تأسيس رابطة الشرخ، اللي يعتبرها شرخ هاي مشكلته بصراحة. فإحنا يعني كل المؤسسات السريانية والآشورية نحترمها على أساس الاحترام المتبادل يعني، وأبد يعني ما راح نخطو خطوة أنه لإلغاء الآخر، لأنه هذا شيء بديهي أنه تحترم مقابلك يعني. فاللي يشكك بالرابطة ويحاول يبحث عن ثغرات يعني نيته مو صافية يعني من أي مكون يعني يكون. الثاني أنا أيدك بالنسبة للغة. اللغة العبرية قبل 150 سنة رجل وامرأة في روسيا قالوا إحنا راح نحيي اللغة العبرية 150 سنة، وبالفعل صارت لغة دولية وعالمية وموجودة حالة حال كل لغات العالم. الشيء الآخر يعني ما أعرف، أنا دائما أقوله أنه أي تحرك من مجموعة معينة دائما الغالبية، يعني لما الغالبية تعترض، يعني قبل ستين سنة اليهود لما طلعوا من أوروبا 10% راحوا إسرائيل، 90% جوي نورث أمريكا، ويعني فهل 90% كانوا يستهزئون بال10%؟ يابا إسرائيل قبل 2000 سنة وقعت، يعني انتوا وين انتوا؟ يعني ايش تحلمون انتوا؟ يعني أحلام وردية، أحلام يقظة. اليوم 90% قلوبهم وفكرهم وجيبهم لل10%. فاحنا دائما خل نحط الاسس الصحيحه، ويكون هذا الـ الغيره وال شو يقول بالكلداني به نرويخه، صبر طويل المدى، ولا نيأس. يعني مفهوم اليأس مشكله كلش كبيره. يعني ننظر سنه سنتين ماكو مستقبل، ماكو يعني. فخل دائما ننظر في شيء لونج تيرم، لا نخاف. يعني اذا مو عمرنا عمر اولادنا، اذا مو عمر اولادنا احفادنا يقولون عافي عليهم جدنا اجدادنا انه حطوا هالشيء هذا لنا. يعني شنو كان السؤال الثالث؟ يعني المقر الرئيسي مع الرابطه يكون بالعراق، ما في قانون يعني يحمينا تؤدي واجبها اللغة الكلدانية وإلا تزول. الكنيسة هي الدور الأساسي. هذا ما يصير ويا الآشوريين بيونان كانوا يفتحون دورات مستمرة للغة الكلدانية. مثل ما قلت لك أحد أهداف الرابطة اللغة. أما طبعا تواجدنا الرئيسي حاليا مثلا أربي بعين كاوة، محافظة دهوك مثلا، دهوك وزاخو والقرى يعني بكثافة. بغداد بعد، لأن بغداد يعني حالة يعني يرثى لها يعني الوضع الحالي، فهي مو مسألة لافت. أنا أتذكر ب 2004 كنت منتمي إلى الحزب الكلداني، الحزب الديمقراطي الكلداني، فكان عندنا مقر ب 52، فصارت تفجيرات الكنائس
أنا بعد أسبوع كنت ببغداد، رحت بغداد أشوف رشيد، فرحت المقرنة فأكو ساتر عندنا 4 شباب في الرأس، بس الرابع اللافتة قالوا نشيلها، يعني أوكي شلناها، لأنه ما تعرف الإنسان اللي يمشي بالشارع شنو فكرة، هذا يقول هذول ممكن مبشرين، ما يعرف مثل ما بتقول ما يعرف شنو كل دامي، شنو يعني كل دامي، شنو أنتوا أول مرة ده نسمع، أخاف أنتوا مبشرين، أنتوا إسرائيل، أنتوا فلاشي، أنتوا فلاشي. فأكو أكو أكو مناطق، أكو حالات أنه يعني واحد يستعمل الحكمة. بس بالشمال بدوك يعني بزاخو عندنا قرى كاملة كلدانية، قرى كاملة بكل معنى الكلمة، مسلحين أكو شعر يعني، بس اللي الشيء المفقود هو الأمن، هنا المشكلة. يعني أنا سويت ندوة بيرسفين، امرأة قامت قالت شلون تضمن أنا مستقبلي وأنا وأولادي في هالبلد، تضمن؟ فقلت ومن اللي يضمن حاله؟ يعني مو بس احنا، المكونات الكبيرة اكو واحد يضمن حاله على مود واحد يضمن، فهي مسألة قناعة وأمن. فالرابطة جدتي يعني الهدف الرئيسي انه تعطي امل لشعبنا، وين ما تكون اولا نلم الشمل نبني بيتنا، اذا جتي فرصة فما راح نقصر انه نستغلها لمصلحة الكلدان. شكرا. الاخ زيد ميشو. مساء الخير. مع اعتزازي باللغة الكلدانية، حاليا الرابطة اهم شيء انه تكسب الناس الى الرابطة حتى لو بلغة الاشارات. اهداف الرابطة من ضمن الاهداف انه نهتم باللغة الكلدانية، خلي يكون هذا من ضمن الاهداف المستقبلية. حاليا عندنا واقع حال، انا واحد من الناس اللي ما اقبل اي منافسة باعتزازي بقوميتي الكلدانية، انه يجي واحد يقول لي مثلا سوري مع احترامي للكل انه اكو عندك عنده انت شلون تقول كلداني وانت ما تعرف تحكي لغه، ما راح اتعلمها ولا راح اتعلمها. انا يعني عندي مشكله بداخلي باللغه، مو بس باللغه الكلدانيه، حتى باللغه الانجليزيه صار لي 12 سنه هنا وبالانجليزي يعني كلش مو زين، فعندي مشكله وهذا الشيء ما راح يمنع اعتزازي وما يمنع هويتي القوميه الكلدانيه. المهم مثل ما قلت اخونا منير انه نكسب الناس الى الرابطه باللغه اللي هم يفهموها. خلي اقول فد مثل بسيط، انه هسه حتى اللغه الكلدانيه اللي الكل يعرفوها في بعض الاحيان القرى او مثلا الاشخاص المتواجدين او اللي عايشين بالقرى القريبه على تركيا او المدن القريبه على تركيا، يمكن بالقرى القريبه على الموصل او اللي عايشين ببغداد ما يفهمون هواي من المفردات. زين احنا شلون راح نجي نحكي ويا الكل اللغه اللي حتى الكلداني اللي يعرفها ما يقدر يفهمها كلها؟ هذه نقطة. النقطه الثانيه، المهم عندنا انه نعمل من رابطه، اللي ما يعترف فينا ما عنده مشكله به، اللي ما يريد يقول الكلدان قوميه همنا ما لنا علاقه به. المهم احنا شو هي الخطوات حتى نقدر نستمر وننجح الرابطه اللي دعاها البطريرة؟ بس توضيح بسيط، يمكن لأنه أنا كلش مهتم إلى أبعد الحدود بنجاح الرابطة. اليوم الكلداني عنده هويتين، هوية كنسية وهوية قومية متداخلة، حتى الكنيسة هي اللي حافظت على اللغة، حتى صلواتنا باللغة الكلدانية اللي هي من الدولة الكلدانية من الهوية الكلدانية. احنا ما عندنا مشكله باي واحد مثلا يكون كلداني لكن يقول انا قوميتي اشوريه، لكن هذا ما راح يكون بالرابطه. ليش؟ لانه من شروط الانتماء للرابطه هو ان يكون كنسيا هو كلداني، قوميا هو كلداني يعترف بهويته، فالكل هم اخوتنا. لكن عمل الرابطه من المفروض انه ينبني على هالعمودين، هو الاعتراف بالهويه الكنسيه، هو الاعتراف بالهويه القوميه. شكرا.
اعتقد يعني انت ايدتني بكل شيء قلته، يعني ما اعرف انه تحتاج اجابه ولا لا. انتساب بدون شروط اي كلداني 18 years and older 8 سنين وعلل الحقوثه قايش هدامه جو اصوره كلدايا بس تري مخمر مثل ما قال اخ زيد اللي ما عنده مشكله بايمانه بالكنيسه واللي ما عنده مشكله بقوميته الكلدانيه. اللغه انا وجهه هي وجهه نظر، انت عندك وجهه نظر، بس انا مو بس شخصيا كل ناشط قومي كلداني، مو بس كل ناشط قومي كلداني، كل ناشط قومي صيني، كل ناشط قومي ياباني، انه يعرف بديهيه هاي اللغه احد اعمده الهويه، هويه اي شعب. يعني هي مو مساله يعني وجهه نظر او لا، يعني هسه الانجليز ارقى شعب، نقول عليهم مثلا ناس يقولون ارقى شعب، تعال انت ماكو حجاره بكندا اذا ما يريدون يسمون فالتسميه انجليزيه، فرع 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 10 امتار لازم يحطون فالتسميه انجليزيه، تروح الكوبيك تحشي وياهم انجليزي اصلا ما يجاوبك. ليش يعني هذا يعني بس مو زين انا دا احشي وياك عربي، المفروض انا في البدايه لازم اقول كل ذلك اذا صرت يعني الكوربوريشنز حاليا كندا ديديرها الكوربوريشنز الجروبس هيدن انفيزيبلز، يعني اكو مؤسسات هي تدير دوله كندا واحنا ما نشوفها، هي تملك الاعلام تملك البنوك. احنا شلون اقتصاديا الرابطه شلون يكون شلون تكون قويه بهالمجالات؟ المفروض هيش نفكر يعني شغلات بسيطه، فلان شيء قال وما قال، اللي مثل ما قلنا اللي اعترف بينا نعترف به، خلي نحطها يعني كريتا وخليتا يعني هيش نقول ونفكر رابطه شويه شويه. عندنا صندوق مالي يعني المال يعني الخبز اليومي للراسماليه والنظام العالمي الجديد يعني سلاحك، يعني اكو دول ما عدا جيوش بس هي الاقتصاد والتنظيم، عندها الاقتصاد والتنظيم يعني. فاحنا مع النجيش خلي نفكر اقتصاد وتنظيم، نكون منظمين اقتصاديين نكون اقوياء وراح تشوفون العجائب. اخ منير اكو مثل مصري يقول المال نملة تعمله اسد، نملة تعمله اسد، يعني بلا مال ما تصير، ما يقدر واحد يفتي خطوه واحده. اتفق فيها صحيح. شكرا. الأخ سرمة الدمان الطلب أيضا المشاركة، تفضل. سلام الأخو، مساء الخير جميعا. رحب الأخ الضيف، ونعتذر أيضا من شماس جورج ميس كوميونيكيشن، أنا توقعت البداية ساعة 2 o'clock anyway، فنعتذر عن التأخير نوعا ما. بالنسبة لمشروع الرابطة الكلدانية، أنا تابعت النظام الداخلي، وقبل ما يكون عندكم الاجتماع التأسيسي في مدينة أربيل، وأعتقد الأخ منير مشكور كان من ضمن الحاضرين، عندي نقطتين، إحداها استفسار والآخر مجرد قد يكون إضافة وتكون إيجابية. نبدأ بالإضافة أساساً. معلوماتي الشخصية أنه الرابطة الكلدانية راح تكون نموذج لرابطات أخرى، وخلتكون الرابطة المارونية فمثال. بصراحة علاقاتي مع بعض الأشخاص اللي لهم تأثير مع الرابطة المارونية، وحاولت أن أستقي بعض الإرشادات منهم. أحد الأصدقاء
أعطاني رقم تليفون لشخصية واتصلت بيها، سألتها نفس السؤال اللي افتهمته منها من أساسيات نجاح الرابطة المارونية كان، وبناء على الباتريك سفير وفكرته، العنصر النسوي كان فاعل جدا، يعني الذكورية لم تطغي على المشروع. احنا طبعا الكل بمعنى جزء من الكل دائما يكون نقاشنا في اي شيء الذكورية تتغلب، طبعا هاي لها علاقات واسباب مشرقية بعيدة. على سبيل المثال هنا ستاتيكوس وايز يعني عندنا ما يقارب 4000 من مسيحيين العراق، وايضا حسب معلومات الستاتستيك اللي عندي البرسنتج عندنا 58% منهم فيميل وال 42% منهم ميل. يعني فاحنا للمفروض كات يور سيلف ان هاف، يعني كنا نقطع نفسنا ان هاف. يا ريت وحبذا وعن طريق عن طريقك العفو استاذ منير، لو ضمن النظام الداخلي التركيز على مسألة العامل النسوي وتأثيره، حتى إذا خلنا نعتمد مبدأ الكوت، احنا هذا الشيء راح يصير فد حافز، ومثل ما قلت الرابطة المارونية أكدت على هذه النقطة. الآن سؤالي، وإذا تسمح لي فد إجابة إذا تكون مفصلة نوعا ما، لملمة تشمل أساس نجاح كل مشروع، وحتى نتجاوز بعض المشاريع اللي قمنا بها ككلدان سابقا، وقد تكون نوعا ما صادفتنا خيبات أمل. لملمة البيت الكلداني أعتقد هو من أولويات الرابطة. طيب الكلدان عامة وبالذات بالمهجر عندنا ثقل كبير، وهذا واقع حال بغض النظر، أبرشية غرب أمريكا مار بطرس، ثقلها الكلداني في نورث أمريكا it's essential، خلينا نقول أساسي. يعني تستطيع أن تعطيني فد إجابة هل من ضمن أولويات الترتيب هناك فكرة أو خارطة طريق لجمع شمل البيت الكلداني، أم سنكون أمام أنا أعتقد يعني فد معضلة كبيرة؟ وشكرا وآسف للتأخير. بس ما كان أخونا سرمد مجاوبنا أخونا سرمد كنشت المرميخة، جمعية مرميخة، هل الرابطة الكلدانية هي نموذج الرابطة المارونية؟ قم خشيتا ثير مارون باطر يركا كل نايتي قارة ثير الديترويت، فقم أمرنا هذا اعتراف ماري الرابطة المارونية ثيري تريمند، يعني كامرن قو مديثة ساو باولو قو برازيل إذن ترسر مليون ماروناي رابطة المارونية لو ذا شو مدي تدم حميالة إلا بشي أزيلي إلا بشي ناشد برازيل أن لها وخيلوات لبنان الكتائب اللبنانية تقول لها مارونا يشقل لها مزين يشقل لها جكا ومحمل لبنان رابطة لها لبنان لثوة يعني مش المان فيشقل لبنان. فرابطة المارونية أنا برعيان الجاني هي لها منتدى، منتدى دائما يعني شولة سناي يعني شولة اجتماعي اللي خمنتي. ف من هذا إيث كبيرة ناشي عاجب له هاوي وجهها كبي أنا هاون وجوه المجتمع، فبأول أد شو تأس أد مؤسسات اجتماعية أخنا نقوله ماذا قوم مؤتمر بريل جواردي يعني من ديانكم نبغى بش قامة مش قامة لها ويا كابي من الرابطات الأخرى، مجرد صرحت وقالت واجتمعت لا تحل ولا تغلط.
فقمنا بلخلا بالسوذة قاما قمنا من البسقوبة إثوالة تخوف لك بخخ من درشوتي إلى إيتا زالة مش كبيرة. فمن هذا رابطة الكلدانية صورة كلدانية إلى يونيك أورجانيزيشن إلى خمندي خاتا لتلا من ديان قمناو إلى خمندي خاتا أب أبسقوب مطران القاشي ولدها خدمة منه إليهم مزدايا لك بقربي يعني ها البليس لك من يعني لك من هاويلي الصورة بيهم. فأد من دي إحنا أخو شولن إلى إحنا كلنا أنه بجف من رملا إحنا أو بيثني لو نطقوس بيثني يعني ليه بخمضي غلطة يعني أنا لا بمنت أخا كهنة أخا أبسقوب هيو بش وزيرة فلان من دي يعني ليش شولن كهنة يعني كل معروف يعني برناشا مرضمنا يعني مثقفة كده لا من دي يعني شولد ايت 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 وشولد دينايوث دينايوث يعني أذمن دي من دي قم أذمن دي قم صرنا بنسوي يعني إذا طلث نشى إثيو اللي ماذا أد أربين فأتخمنت إنهم جرب لنا هوايا يعني كان تنخا بختة كشرطة إلى هدمت صعتة على الليث يعني اللجنة العليا درابطة تنخا قرصوطة بقرتا ومجربوا يعني الطرب ثيخة يعني إخلنا ليه لأنه الكوتا زي ما بالخوخ كوتا وقرق مكمله لثه تخمنت يعني إيثن لو كل مجتمع ثلاثة تخمد ناشي زي خوني يعني اذخك ما ينتخمني مفكرين واذخك ما يندبري قادة واذخك ما آني يتلخي يعني معروف إلي يعني كو جيوش معروف إلي كو حكومات موجودة إلي كل من دي يعني فالرابطة هل بتتري البثيخة كلهم فصلت على الماديا يعني بس ما بهاوي يعني خبر صوف من هاي لبختة إلى كشرطة ومثقفة ورطلة طنانوثة غيرتة أثياء هاي ريش ترابطة قيلة يعني خمدي دي ما طاو ما شكر يعني أذمن دي من دي سان دياغو ميرو طبعا رعيانة برصوفة للرعيانة ترابطة أنا إخازن سان دياغو إليهم كالذاي كشيرة من أبسكوبوسر هجمو أنا معتبرين خناشة قدوة يعني خناشة بلخل بديترويت أقديك هنا وبنيلي هاي الترجمة لهاي نقطة مهمة إيه خلى الترجمة بالعربي كنيسة سان دياغو أنا شخصيا رأي هذا مو رأي الرابطة لأنه أعرف مطران سر هجمو صارنا 20 سنة إنسان رائع أحد أعمدة الكلدان واشتغل هواي لما كان قصد ديترويت وراح لكاليفورنيا حماس وكنت أتمنى أنه يكون له دور أكثر أنه يحمي السفينة الكلدانية لكن برأيي هو صار سوء تفاهم لأنه سيدنا البطرك حاول أنه الوحدة يدفعها للأمام سيدنا سرها الجمه ما أريد أروح أكثر لأنه هذا مو شغل يعني مو كاهن ولا بسكوب ولا عضو سينودس هذا شيء رأي الكهنة لكن صدقني النية صافية كل ما طارينا نية صافية سيدنا سرها الجمه نية صافية وحتى عندنا العاملين في سان دياغو كلدان 100% واتصلوا بينا يريدون فتحون فرع الرابطة لكن هي مسألة بروتوكولات واحترام يعني فراح نطرح انه فكرة نروح زيارة لسان دياغو مو مشكلة يعني هو أب يعني سيدنا سرها الجمه هو أب قبل أولا وآخرا هو أب قبل يكون مثلا اسقف أو كاهن يعني ما أريد أروح أكثر يعني ممكن أكون وجهة نظري مو صحيحة يعني شكرا جزيلا للإخوة كافة اللي قدموا استفسارات وأسئلة إذا أكو بعد دكتورة مها دكتورة مها تفضلي أنا إذا أكو حد قبيل إيه محكي ما شبه إيه لملة شوفوا أوه سوري شماشة أكو حد قبل يمكن مو؟ إيه شماشة تفضل شماشة أنا وراك سوري شماشة ترى سهوة لا أول كان مالي لا سهوة كثير شمو بس إلا أبرخ الشمو أنا خمندي كبن مخكن يعني منير خوري يمكن قبل 30 سنة أريد خلي أحكي بالعربي هم طالي يكون مفهومة للكل أيضا ولو أنا من رأي اللغة وعند أسبابها طبعا الشيء اللي أنا أريد أقوله
رابطه ما يخالف. انا ادري اول ما جاء سيدنا البتركي هنا اول زيارته يمكن زار كندا يمكن لاسباب معينه وكان مشاكل وشغلات. ثاني زياره كانت لسيدنا البتركي مار دنخر ويعا قبل انا زين. انا 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 اريد اشوف يعني انا اثنين اخوه بالبيت اثنين اخوه انا سعفني من الماروناي عفني من الارمن عفني من الشتري تسميهم بقيه. هسه احنا اثنين اخوه زين اذا انا هسه بس اركز واقول يا اللي يعترف بنا كذا كذا ما يعترف بنا انا من هذا المنطلق اشوف يعني هل انا اريد اوصل القناعه يعني ولو هذا اسلوبي مو صار عصبي انه هل هي قناعه انه انقطع التواصل بين الاخوه اثنين احنا كنا كنيسه واحده يعني هسه طقسنا واحد هيمنوتها شيء واحده لا يمكن اللي يفرقها يمكن مصطلحات اللي ترجم على لغات مختلفه. انا هذا الشيء اللي يعزز نفسي هذا مو انه انا ما اعتز بكلدانيتي لا انا اعتز بكلدانيتي وطقس الكلداني اللي هو نفس الطقس الاشوري ترى ما بكل من يعترض قال يجي بعدين يناقشني برا او محاضرات او بكل شيء والانشقاقات حتى بالكنيسه الاشوريه يعني انا مواليد انشق المرعده صار انا ما اشوف كل اختلاف بين الشعوب وانما اشوف هذا الاختلاف اللي يصير هو كراسي لا اكثر ولا اقل انا كرايي هذا زين. انا اذا اقول بس كلدان يعني انا اذا هل توصلنا النقطه للرجعه او خط الاحمر اللي دائما نسمعها بالاخبار السياسيه بالعراق المرجعيه تقول فلان شيء خط احمر وفلان شيء هل وصلنا الخط احمر انه انا بعد انقطعنا ما اعرف يعني انا كلداني اعتز بكلدانيتي صحيح بس انا اعتز كنيستي المشرقيه قبل ما اقول انا كلداني واشوف لك وش ما اعرف انا هذا النقطه اللي اكد عليها قبل ما اقول ماروني ولا انا جوبل اخواني يعني يزيد كلدان لتلي در قلوت الشخاء آثوراي إلى خنواثن سرياني إلى خنواثن رش أين رش ريشن وإيه تبثختا لبواثن ثيخة لث شكوثة بثنين دي يعني هذا شو كلها كارنتي وكل المحاولات اتحاد مبادرات كلها إلى من كلدان من بلد إيتا من كلها والخاطئة إلى كلدان طرا بس برناش أخزي إخواني لا زيامر أخواني أمر آيت خا أميري يا أمر أنا شون أفتح بزنس أنا عندي مليون دولار وواحد عنده دولار شون أفتح بزنس وياه تعرف شون يعني هذا اللي عنده دولار لازم يشتغل يمي ما أقبل ما أريد أسير شركة فإحنا الكلدان راح نثبت رصيدنا مو دولار خل نبني بيتنا وأي وقت واحد يدق باب الوحدة إحنا مو باب كل الأبواب مفتوحة كل الابواب مفتوحه كنسيا يعني البطاركة ما تشوفهم يعني مطارين تشوفهم قلبهم مفتوح للوحده وحتى المدنيين لذلك كل المبادرات التربيه التسميه المركبه التسميه الفلانيه التسميه الفلانيه كل المبادرات من الكلدان بس من المش... اي سؤالك وين بس من تجينا الكفخات اوكي سؤالك وين سؤالي انه احنا كنا نريد شيء يربطنا بواصل انا واخويا سالم واخويا ما مرتاحين قالوا اول مره انا واخويا نتوحد وبعدين نقول انا واخويا اوكي اورايت هسه اقول لك انا اجيب لك مثل هسه حاليا انت تراقب اكو الكنيسه الشرقيه القديمه والكنيسه الشرقيه هسه حاليا انت تحكي انت قبل 500 سنه حاليا الكنيسة المشرق القديمة والكنيسة الخمسة وعشرين ليش مدى يتوحدون؟ تعال تريد توحد وياي أنا أول مرة أنتوا اثنيناتكم آثوريين واثنيناتكم مثلا مو كاثوليك واثنيناتكم تحجون 100% بس مجرد هذا تياري وهذا يعني ما أريد أروح التفاصيل يعني خل توحدوا أنتوا على مدى أهم إحنا نقدر نتوحد وياكم يعني أنا كقناعتي وخلال هي وجهة نظر اوكي اذا تسمحوا لي احنا يمكن طلعنا كثير من الموضوع الرابطه الكلدانيه هذا التعليق او هذا الاستفسار اللي اجى من الشماس كامل هو أظن رد فقط رد فعل
لكلمة قلناها بس هي جملة متكاملة، لازم ما نأخذ نص الجملة. قلنا اللي ما يعترف بينا ما نعترف به، بس اللي يعترف بينا ما نلغي، ما نلغي، ما نلغي وجوده. فاحنا ما يعني في الكلام قلنا، قال الاخ منير احنا مبادئنا عدم الغاء الاخر، بس لازم الاخر ايضا يعترف بينا، فهذا حقنا. فاحنا يعني لا، الاخ الشماس كامل قال اللي فقط جملة اللي يعترف ما يعترف بينا، زين واللي يعترف بينا مو احنا ما لاغينا، موجود هو ونحترمه ونقدره ونتعاون وياه. فهاي المبادئ اللي بنت عليها الرابطة، عدم الغاء الاخر بس في نفس الوقت لازم الاخر يعترف بينا. فهذا ما اظن اكو اشكال بالموضوع. اذا تسمحوا لي بس، طبعا هذه الندوة حسب ما تعرفون قناة المخلص هي اللي تسجلها، راح تنقلها يعني بالقناة أيضا، راح تكون مسجلة ومنقولة في قناة المخلص. فشكرا لقناة المخلص على حضورها اليوم لهذه الندوة. أكو أسئلة أخرى يعني مسجلين أيضا بالتسلسل دكتورة مها وسمير جبو وفرانسيس ساك، وبعدك واحد حتى لا يعني إيش ليمون إيه وارد أسحاق بعدك واحد حتى لا بعدك يعني. يلا تفضلي دكتورة مها. العفو، أنا مجرد عندي سؤال للأخ منير، وشكرا لك طبعا على الطرح الجيد عن الرابطة الكلدانية والتعريف، واحنا وصلنا طبعا كنيستنا انت عرفنا القادم من تورونتو. عندك الفقره الثالثه ترسيخ اسس العيش المشترك القائم على الحريه والمساواه على اساس المواطنه والى اخره، فهذه مربوطه بالفقره رقم 7 السعي لبناء جسور التآخي والمحبه واحترام الاخر. هذه ممكن تفسر لي بلا زحمه، لانه كانه هي صفات مجازيه دا اشوفها. شنو الهدف من عندها حسب ما انت وضحت بدايه الندوه، انه كل هذه الفقرات هي ليست غايه ولكن وسيله، فانا دا اشوفها انه كلها غايات. اوكي، النقطه ترسيخ يعني كل مجتمع مدني لازم تطين في الطابع للاخر شلون ينظر اليك، يعني هاي النقطه حطيناها انه الاخر لا يعتبرك عنصري، ومن خلال هاي الجمله هو دا يحس انه انت دا تحترمه عام كمجتمع عراقي المجتمعات العراقيه. وين بالذات العفو يعني انت هسه مثلا هاي راح نسجلها بتورنتو، النظام الكندي اذا ما يشوف انه احترام حريات والمساواه واساس المواطنه ما راح تجي اجازه باي مكان تسجليها. يعني هاي برنسبلز، هاي بيسك، يعني على مود هذا مثلا هسه هذا النظام الداخلي بالانجليزي، انا اذا هذه ما اكتب هل يعني تتماشى مع قانون البلد؟ يعني هاي وحده. النقطه الثانيه هي جوابا لما قال اخ كامل، السعي لبناء جسور التآخي والمحبه واحترام الاخر والمساواه مع مكونات شعبنا بدون استثناء. احنا بناكد يعني هذه بناكد انه احنا والاثورين والسريان كنا شعب واحد ونعمل انه نرجع مرتدوخ، هاي كلها اهداف. لكن يعني انت تمد ايدك، يعني انت تمد ايدك وايدك تتعب، شو تسوي يعني هسه؟ يعني خل واحد يكون واقعي. العفو اخ منير، نعم. احنا بكندا والقانون العظيم للحريات والحقوق واضح في كندا، The Great Charter of Rights and Freedoms. صحيح، بس انت لما اي اورجنايزيشن هي راح تسجل از ان نون بروفيت اورجنايزيشن، كانه هاي حتقدم لائحه الى حد من التسجيل، قصدك صح ولا لا؟ طبعا لازم تكون ريجستر بها نوع من التكرار والتوضيح المفرد بالصفات هاي اولا، يعني مو هقد مهني اولا. ثانيا انت قلت انه هي عباره عن وسيله وليست غايه، يعني دا اشوفها كلها غايات، ياها غايات الى هدف مو كلش واضح اولا. ثانيا اكو شيء اخر انت قلته، نسعى الى انه يكون الشعب الكلداني عند صور هو شعب معترف به ضمن قرارات الامم المتحده، صح ولا لا؟ ليش ما تسعى انت اولا انت في كندا انه توصل صوتك وتجعل الكلدان كأمة ضمن الأمة الكندية الكبيرة، مثل حالة حال الفرنسيين استفيدوا من التجربة الفرنسية
7 ملايين فرنسي فقط في كندا موجودين تقريبا مسجلين حسب الاحصاء الاخير. البريطانيين حاولوا يتوصلون هذه الهويه في فتره من الزمن الغابر ولكن ما قدروا. ظلت الهويه الفرنسيه موجوده واضحه بصماتها الى حين وبقيام بثورات صامته صراحه، يعني هم كانوا حزب انفصالي. 1982 دحرجوا الحكومه الكنديه بطريقه صامته ايضا اوكي سو لكن حصلوا حقوقهم واعتراضهم الحكومه الكنديه nation within the country وهذا مثبت بالكونستيتيوشن اكت 1867 اخر تحديث عليه 1982 اوكي سو فهذا الهدف اصلا راح يكون مش واضح افضل يكون مهني من خلال سج بعض من قاده الكلدان او من المتمكن من عنده القابليه والقدره. بس على مود لانه راح اسالكم سؤال بس على مود اجاوبك على نقطه وبعدين كمل بس اكمل النقطه الاخيره واعطيك المجال. فهذا خطا يثبت او يثبت او توصل الى هدفك او الغايه اللي تريدها يبقى انه تشجع من الشخصيات الكلدانيه تشوف نفسها القابليه والقدره لاي واحد هنا وهو يحمل الجنسيه الكنديه يرشح نفسه في المحافل السياسيه ضمن الاحزاب الكنديه. انا احكي على قطر كندا مالتنا احنا في دومينيون اوف كندا فليش لا صوت الكلداني راح يبدي يعلى. هاي الاهداف يشيلها على عاتقه زين يمشي بها واي نوت من خلال الاحزاب السياسيه الكلدانيه الكنديه. وشكرا لك طبعا واتمنى نسمع الاجابات على هذا. اوكي اوكي بس طبعا انا خلي يعني احنا دخلنا حتى بالمؤتمر مع مفهوم النيشن as a nation the definition of the nation يعني احنا بالوست nation as a country what's your nationality address to the nation يعني بنشوفين يعني بالخطابات مثلا كحكوميه يعني كلمه nation citizenship Canadian nation you're French Canadian citizenship Canadian what's your nation Chaldean Canadian is that good Well, أكثر دقة ethnicity. الethnicity هي أكثر دقة لأن إحنا ترجمتها بالعربية نقول المجموعات الإثنية. تعاريف الموجودة بأمريكا وكندا تختلف عن التعاريف الموجودة بالشرق. يعني كلمة قومية بس باللغة العربية كل شيء يصبح قومية. بالإنجليزي ماكو يعني ما تسمعين شيء قومية إنجليزية. يعني التعاريف الغربية للتسميات تختلف عن التعاريف الشرقيه فلذلك خليناها أمثى كلديه لانه كلمه أمثى فتحه زازيه بيننا وبين اخواننا الاثوريين والسريان كلمه أمثى كلمه كلش حساسه وبالعربي كلمه قوميه هي كلش حساسه بس تجين على الانجليزي نيشن يعني شعب ممكن شعب او يكون قوميه صحيح شوف اكو شغلات تنكتب اكو شغلات ما تنكتب مو احنا لا حتى بالمجتمع الكندي بالمجتمع الكندي اكو اشياء الشارع يقررها بغض النظر انه مكتوب بالكونستيتيوشن اور نوت يعني the way you live the way you practice your life the language you speak the culture the mentality everything this is the identity of the people يعني it's not about what's written in the constitution we are you should follow the constitution You can't be above the constitution. Well, you can't be above the law. I understand. If you look at the equity as a personal, as a people, yes, we need that. We need that. على مود يعني العفو أخ منير هو المجرد إنه الاستفادة ما وضعته قوانين الدولة اللي عايش فيها وتتمتع بجنسيتها فهذا المقصود بها. بس على مود تكون مختصر ما تكون يعني نروح بعيد. النظام الداخلي سيعطى لمحامي راح يسوي ريفيو حسب القوانين الكندية. يسجل في كندا هاي وحده ثانيا بالنسبه قلتي احنا نشجع انه طبعا من اهداف الرابطه نسوي اللوبي نشجع ابنائنا انه يدخلون بالحكومه الكنديه احد اهدافنا هذه يعني مو معقول يعني ذيرز نو لوجيك يعني مو منطق انه احنا نحارب شخص بالعكس اي انسان كلداني يطمح يدخل ونشجعه يدخل بال يعني المؤسسات الحكوميه سواء احزاب كنديه هنا او امريكا او اي دوله اخرى لرفع شان الكلدان حتى لا تكون وسيله حتى تكون غايه ومسؤوليه تحمل على الاعتاق والاكتاف وتوصل الى الهدف اللي تريده انت شكرا
شكرا دكتوره مها. الاخ الشماس سميع جبو. طبعا بالبدايه نرحب بكم ونرحب اخ منير والشماس وابونا. تعليقي بس شيء واحد اريد افتهمه من الاخ منير. احنا جينا هون لاجل تشرحوا لنا عن الرابطه الكلدانيه. قلت من خلال حديثك احنا كنا دائما نعمل وغيرنا مثل ما يقول كنا نرفع اثقال وغيرنا كان يقلد بالميدالية. يعني بس اريد افتهم سبب واحد اللي ما هو السبب اللي بزوغ هذه الرابطه؟ هل هو سبب بان احنا كنا مخبونين؟ هل هو سبب بان احنا عملنا وغيرنا يعني حصدوا؟ زين. سؤالي الثاني اقول هل راح يكون احنا عندنا فد مقعد، مو اقول بالدوله يعني بالسياسه لا، وانما مثلا الكنيسه هي كرابطه كلدانيه تقريبا هي مرتبطه بالكنيسه مع الكنيسه الكلدانيه. انا حسب معلوماتي اعرف مثلا بكل دول العالم اكو هونك مثلا خلينا نقول بطريركيه او كنيسه، مثلا كنيسه تمثل المارونيين خلينا نقول في اسرائيل في القدس اكو مقر الكنيسه الارثوذكسيه، مقر كنيسه ما عدا الكنيسه الكلدانيه ما لها اي مقر بالقدس، واللي هي القدس احنا مثل ما نقول هو مهد مالنا يعني مهد المسيحيه. سو ما اعرف يعني سبب شنو سبب صحوتكم بهالوقت هذا؟ اشنو اللي خلاكم تصحون؟ ومنو اللي دفعكم بان تنشئوا هالرابطه هذه؟ وشكرا جزيلا. انا ما اتكلم باسم الكنيسه لان هذا السؤال لابونا داوود يجاوب ليش ما عندنا، لان اكو 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 مركز للكردان في القدس بس متركه حاليا، يعني ما عندنا قس بس موجود هو كمركز للكردان في القدس موجود هو. لا 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 ماكو قس. نعم لا ما عندنا. زين شنو وين الموقف؟ ما احنا موقف ابائنا مثلا، يعني انا بس اريد افتهم هل هاي الرابطه راح تحل كل مشاكل يعني من ضمن هالمشكله هاي؟ يعني انا مثلا الناس ليش يجيني واحد ماروني يقول لي انا عندي كنيسه بقدس، يجيني ارثوذكسي او يعني كائن من كان، احنا ما عندنا، بس احنا لحد الان عم نقول نريد نلم الشبل. زين هذا الشبل اريد افتهم شنو اللي خلاكم او خلانا وقت الحاضر نصحى؟ ليش كنا احنا قبل نرفع الثقال والاثوريين او غيرنا ينقلدون بالوسط؟ اوكي وصلت الفكره. طبعا انا اريد اقدر اقراها بالمقدمه مع النظام الداخلي اذا عندك نسخه. نعم. موجوده شغل يعني مو مفصل لكن تقول راح اقرا. يعتبر الكلدان من اقدم الشعوب اللي سكنت بلاد ما بين النهر وقد اسهموا قديما وحديثا في تطويرها وازدهارها. مثل ما قلنا احنا بنينا حتى عملوا بجد واخلاص في مجالات الحياه كافه خاصه الثقافيه منها، وكانوا دوما مواطنين مخلصين لبلدهم وشعبهم، وبالرغم من هذا عانوا كثيرا في مذابح سفر بلد وحتى اليوم مع غيرهم من المسيحيين. وبسبب شوف هنا وبسبب الحروب وغياب السلام والاستقرار انتشر الكلدان في بلاد عدة، فبرزت الحاجة لتأسيس رابطة تحافظ على كيانه. ما حد دافعنا ما حد جايبنا، تعرف شلون هي غيرة لازم نتحرك نوقف على رجلينا. نعم انا معاك، يعني احنا كنا قبل مئات السنين احنا اللي كنا نعمل فعلا الكلدان هم اللي كانوا يعملون بالضبط. بس انا عاد اريد افتهم يعني خطوه هي كلش ناجحه والله يبارك فيكم ويبارك يعني اللي ساهم يعني في بزوغ هذه الفكره. انا ما معترض انا واحد منهم، يعني واحد من الرابطه هاي، بس يعني خلينا نقول يعني اكو فد سبب يعني حديث اللي خلانا ان ننشق او ننسلق. اوكي راح اجاوبك بدقيقه. بال 92 طلعت يعني فد تحرك قومي كلداني، تحرك قومي يعني تساؤلات جتي، ليش الكل عندهم تنظيمات احنا الكلدان ما عندنا؟ برزت شويه شويه
منظمات صغيرة وبعدين صارت أحزاب ما وقفت. أبونا بكلمته بالبداية قال فشلت أنه توصل للإنسان الكلداني، فشلت أن تسوي تعبئة لأسباب هذه تحتاج دراسات. إحنا يعني دائما نقول هذا الفراغ اللي من 2000 سنة مو 2000 سنة 2500 سنة يعني بهالفترة هذا الفراغ اللي عندنا وجتينا فرص بالتاريخ. الفرصة الأولى جتي بسنة 1058 لما نجوا المغول وقطوا مكانه للكلدان، حتى البطريرك الكلداني حطوه مقر الخلافة، يعني مقر الخليفة صار هو بيت البطريرك مار مكيخة. يعني احنا ما استغلينا مدنيا، ها مو كنسيا، مدنيا ما استغلينا الوضع بهذاك الوقت. وحتى قبل 100 سنة لما نجوا الانجليز وصارت تقسيم الدول والى اخره، اجيب لك مثل بسيط، لما الفرنسيين طلعوا من لبنان قالوا المارونيين احنا طالعين ايش تردون، يعني تردون شيء على ما نسوي قبل ما نطلع، احنا نروح راح نعوكم. الموارنة قالوا ها احنا نريد ها خطه خريطه هيك شيء، هاي بس هاي نريد نحمي نفسنا المارونيين. ولو طالبين من سوريا كانوا طوها لهم، ما فكروا، لانه ما فكروا اللونج تيرم، لونج تيرم استراتيجيز، عرفت شلون؟ ف ارجع لسؤالك انه بالتسعينات بدت هاي الصحوات وتاسست الاحزاب لكن فشلت، لانه الاحزاب تقدر توقف على رجليها لما يكون لها سند. الكلدان لحد الان الغالبيه العظمى ما عندهم هذا، مو وعي الانساني احتراما لكل اولادنا وبناتنا، ما عندهم هذا الوعي القومي. وعي القومي كل شعوب العالم، كل شعوب العالم من انجليز فرنسيين يابانيين المانيين عندهم شعور قومي. احنا هذا الـ يعني مثل ما قلت لك تحتاج دراسات، لانه حاجتنا ما كانت، حاجتنا كانت للكنيسه which is we are proud، احنا عندنا فخر انه الكنيسه هي كانت تمثلنا، لكن ظروف العصر وحاليا العالم صار قريه. الكلدان بحاجه الى مؤسسات قوية، لكن على ما تربط شعبنا بهالمؤسسات لازم تربطها ويا الكنيسة، على مود هذه الرابطة وأي مؤسسة على مود لا تزيغ تصير دكان، مثل ما قلنا لا تصير دكان، هي مرتبطة بالكنيسة. يعني باشر عقبة إذا منير ما جر عدل أكو يعني شيء يا با أخي step down please، يعني you're not doing your job properly. يعني من خلال كلامك يعني حقيقة أقول القيادة لها دور أكثر من الانتماء من الأشخاص. سبيل المثال يعني لو كان عندنا قائد مثلا يعني هذه كان طقنا نعمل مثل ما عملوا المارونيين، لحد الآن عندهم كرسي بالسلطة، يعني بالسلطة بالحكومة، يعني لحد الآن نعم الصور يعني تقول بأن يعني احنا مثلا ما كان عندنا ذاك، يعني خلي نقول القائد الرجل المناسب في المكان المناسب حتى نخلص بالتسعينات وبالتسعينات مئة سنة الكلدان لو متحركين جدية نعم طالبين، حتى الحكم ذاتي كان أفضل قبل مئة سنة، لأنه أغلبية الشمال من كرم ليش ولا الحدود التركية كانت كثافة كلدانية كبيرة. نعم الأخ فرانسيس. بداية التحيات لكم وللحضور الكرام ولكل غيور على أمتي. مقولة تقول من لا يحترم نفسه في يقيني لا يستحق الاحترام، فمن يدعي الانتماء إلى جهة ما ويعمل ضدها فهو إما معتوه أو من الأنعام، وعذراً لقولي هذا والكثير يفهمون. النقطة الثانية، من دون إحياء اللغة بصراحة نكون كمن يصر على الإبحار دون خارطة. ثلاثة، شعب العراق القديم بسريانه وكلدانه، يعني كلدان واشورين هم واحد شئنا أبينا، بدليل اللغة والتاريخ والجغرافية. النقطة الأخرى،
أنه لو نعود إلى التاريخ كان يطلق على الكلدان مرة سريان وعلى الآشوريين أيضا سريان، ومرات كثيرة كانوا يطلقون على الكلدان والسريان، على الكلدان والآشوريين سريان. فالنقطة هنا لماذا لا نعود إلى مثلا تسمية الرابطة السريانية التي تجمع حتى الذين في سوريا؟ شكرا. طبعا عندنا الأبوارة قد مكروه له يعني، بس من جوبن الرابي كلمة سريان يعني سريان إلى خنواتا إيقارة يعني طالعين زي كل برناشة، كل برناشة إلى شعور ديور يشتب ديو يعني برناشة مثلا قم أمشني إيو أرمنايا إتلي خخورة قم أمشني إيو أرمنايا قبل ساو ثيل إقوى رخذة كلدانيثا وصار كلداني عند انتماء كلداني فظيع ما راح قبل 100 سنة. بالنسبة للسريان ما أريد يعني ما أريد أنه أحكي فت شيء أنه الآخر يفسره يعني ما علاقة السريان ببابل وأشور؟ سؤال تاريخي. أنا كوجهة نظر مو وجهة نظر الرابطة، حزب البعث لما أطلق الحقوق الثقافية للناطقين بالسريانية ما كانت على يعني عبث، كان يعرف كلمة الكلدان والآشوريين كلمة انتحارية بالنسبة للقومية العربية، لأنه الاعتراف بهذه التسميتين هو نكران للحق العربي في بابل وآشور، لأن التاريخ يعرف أنه الكلدان هم اللي بنوا بابل. السريان معروف كنسيا وشعبيا، كنسيا هو كنيسة أنطاكيا، ما هم كنيسة مشرق، كنيسة مشرق هي الكنيسة الكلدانية والكنيسة الآشورية، كنيسة سريانية هي طقس أنطاكيا يتابع لأنطاكيا، مركز أنطاكيا، كرسي أنطاكيا. حتى يعني شعبيا موطن السريان معروف يعني بلاد آرام يعني معروف، يعني احنا ما انتقاصا بوجودهم ولا اي قيد انمل انه في حقوقهم، بالعكس. لكن انا مو سرياني يعني، انا مو سرياني يعني شلون مثلا انا اسمي شيء اذا ما عندي هذا الشعور؟ يعني واحد قبل 30 سنه قبل 20 سنه قال لي انت ليش ما تصير حركه ديمقراطيه لاشوريه؟ قلت له انا كلداني، ابوي وامي كلداني، قريتنا كلها كلدانيه، زين اذا انا صرت اشوري ايش راح اقدم ايش راح اخر؟ شنو الهدف يعني؟ ليش يعني؟ ليش اصير يعني؟ اذا انا انتمي الى مجتمع، هذا المجتمع يسمى كلداني، انا ليش اروح يعني؟ شنو الغرض يعني؟ شردتني يعني؟ نعم. زين، تاريخيا من اين اتت هذه الكلمه؟ عندما كان يطلق على الكلدان بالسريان وعلى الاشوريين مره يقول بالسريان. اوكي، هذه بها مرات كثيره كانوا يطلقون على الاثنين السريان. سألت نعم، سألت أحد الأساقفة اللي له ضلع بالتاريخ، كانت الوجود السرياني الموجود بشرق البحر المتوسط، فمثلا بالبعثات الأوروبية والمساعدات أول ما يوصل المسيحيين مثلا السريان كان تواجدهم ما كان كلدان مثلا على البحر المتوسط يعني الشاطئ السوري واللبناني، فكان السريان مثلا ياخذون المعونات سواء الحلب او الحسكه او الموصل، تعرف شلون؟ وين؟ سريان. فهذه المساعدات ساعدت هوايه، ساعدت هوايه انه التسميه السريانيه يكون لها يعني ابسط شيء، واحد بروفيسور بجامعه تورنتو يقول اهل بغديده سريان لكن يتكلمون كلداني، سريان بس لكن يتكلمون كلداني، سريان بغداد ما يعرفون سرياني، ما يعرفون لهجة طور عابدين، يحشون كلداني. فاحنا مو مسألة انتقاص هذا من تحول هذا صار هيجي، التسمية السريانية أول ظهور لها كانت في عهد قريش، لما قال النبي المسلمين قال سأل واحد من الصحابة قال أتعرف السريانية؟ قال لا، فتعلمها في 17 يوم. أول ظهور لكلمة سريان، هم بس العرب سموا كلمة سريان يعني، بس العرب بدوها شوية شوية وصارت يعني. احنا تسمياتنا واحد احنا كنا نصيحهم يعقوباي يعني يعقوباي، هم كانوا يسوحون لنا صاطئ يعني كتسميات كنسية،
مو تسميات قوميه، واذا دخلنا بالتسميات القوميه صدقني من الباشا ما راح نخلص يعني. يعني بس نعم. انا مداخلتي انا هشغلك كلها على الله، ما قصدي يعني الا الف باء جيم، لا قصدي مثلا هسه احنا كلنا نقول احنا سورايا سورايا زين، هي هاي التسميه لازلنا نقولها بشكل طبيعي يعني عن فكره من اين اتت هذه هنا؟ يعني بس اسمح لي يعني حتى كل دان ما كان مذكور، اسمح لي بس بس احنا اذا بس اجاوبك لانه هل احنا اذا دخلنا بالتسميات يعني ما راح بس كريوثا تساؤلات تجي بالشمال كنا نقول او سورايا او قردايا، قردايا كنا نقصد به مش المانا يعني حتى رحنا لبغداد او قردايا او ثيلو قردايا او عربايا صح نصيحة قردايا احنا نقصد مسلم يعني تمام ونقول مثلا مارن بابل سورايا مارن بابل سورايا معنى الدقي مارن بابل سورايا مثلا ان شغلت لك تسميه اذا تاخذها تسميه قويه مو احنا يعني هذا المفهوم الشعبي كانت كل معناته انه هذا مسيحي وهذا مسيحي بس بكل بساطه يعني لا تروح اكثر التاريخ لانه التاريخ يعني مع بالمعلومات يعني بس اسمح لي يعني هل تعني سورايا يعني مسيحي؟ هذا هذا المفهوم اللي كان موجود سورايا سورايا يعني شيحايا احنا نسميها ايه شيحايا بعدين صار شيحايا اسمها شيحايا سورايا تربط الدين والقوميه زينها هاي صحيحه احنا ك يعني كسكان بين النهرين سورايا تعني القوميه والدين يعني احنا في بين النهرين ما كنا نقول ما نبى بسورايا سورايا لولين سورايا ما ربع بسورايا لولين سورايا خلاص خلاص اذا السورايا كنا نقصد بها احنا كنا نقول على ثلاث قردايا او قردايا على اي حال الان اخوان الوقت داهمنا ووقت المخصص للندوه تقريبا خلص بس يعني ما اريد الاخ شليمون والاخ ورد اسحاق ياخذوا لهم هيك فد اجزاء من الدقائق اذا ممكن يعني شويه تستعجلون. طبعا شكرا اخ منير. حقيقه احنا كم واحد شوي اختلفنا مساله هل كلدان نحكي كلدان ام لا. انا في رايي اللي ما يعرف كلدان طبعا يعني ما مطلوب من عنده انه لازم يتعلم بس يشجع اللغه الكلدانيه ويحاول يشجع أولاده وبناته والجيل الجاي بسبب أكثر لأنه بالعراق يمكن الكلدانية يعني كنا نسمع يعني مو فت شيء مهم ولذلك أكو قسم كانوا يستنكفون يحكون كلدان وهكذا بس هنا لما جينا قالوا لا قالوا أنت لما تقول أنا مسيحي تسجل يعني كفر ولما تقول أنا كلداني أيضا لك صوت فهنا ضروري أن نشجع أنه أنا مسيحي لكل واحد وأنا كلداني لأنه هذه أكو حقوق يمكن مدنية أو حقوق دينية لما نقول أنه أنا كلداني وأنا مسيحي. أنا أشكر الأخ منير لأنه حقيقة ثلاث نقاط موجودة بي يعني حسب ما تحسير. أولا ربط القومية والدين لأنه بعض الجماعة غير الكلدان يفصل الدين عن القومية يعني مو كلدان ما بس غير جماعة لما تتكلم يقول لك لا الدين هذا خليه بصفحة يمشي على القومية وشوي يشجع القومية والدين. الأخ منير وأنا أشوف في هذا الشيء صحيح أنه الدين والقومية ربطها في حديثة وده تلمس أنه شخص يعني ما يصير شوية قدام أقول أول مرة ألتقي به ثقافة دينية هاي كلش ممتازة وثقافة قومية أيضا وأنا أشجعه وأتمنى أنه كل اللي منتسبين أو منتمين إلى هاي أنه يكون عندهم غيرة والجدية يبقى الجدية الإنسان لما يمشي بجدية يوصل إلى هدف. أنا أتمنى طبعا يعني أن لا أكون يعني ضيف ثقيل هذا اللي أتمنيت أنه يعني أقول للأخ منير ونشجع اللغة الكلدانية لأنه لغة تبقى فالشيء أساسي لأنه اللغة لو نجي الحقيقة أنا أتكلم عربي أقول أنا كلداني يعني أكو مرات يعني لما تجي تقولي تعالى شنو أنت كلداني ما تعرف كلداني يعني نقطة ضعف
فنتمنى انه بالمستقبل نشجع مثل ما قلنا اللغه. وشكرا جزيلا مره اخرى. شكرا الاخ شيمون. ما اتصور يحتاج اليها مو اجابه تعليق. الاخ ورده اخر المتحدثين ونرجو ان يختصر الطرح لانه يمكن جاعوا بعض الجماعه. قمتك شكل خور خونا منير لثيثة وسوردية سبيثة وباركتو كلنا سوردية مضيدية أحشر العربي حتى يفتهم الجماعة. تاريخيا مثل ما ندري بأن الكنيسة كان لها الفضل الأكبر ولحد اليوم في حفظ لغاتنا المسيحية الموجودة في الشرق الأوسط، وإلا في بعض البلدان نشوف اليوم منقرضة نهائيا لغاتهم مثل مصر كنيسة بطيها المحافظة عليها، في لبنان كذلك، في الموصل كذلك. فالكنيسة نعم دور كبير في حفظ اللغة. اليوم هناك أحزاب سياسية وهذه الأحزاب بنت الشغلات العلمانية بما فيها اللغة. إذا من المفروض على الكنيسة أن تتفرغ إلى عملها الكنسي. فلهذا نشوف غبطة باتريكنا مارويس ساكو أول ما أجا ما تدخل بالقومية ولا باللغة ولا بهالشغلات. فلهذا نشوف القسم تمردوا على كلمته الأولى. فنشوف المؤتمر القومي الكلداني الأول في ميشيغان ذكر المطران إبراهيم بأن المطران بين الباتريك ما ذكر كلمة الكلدان في المؤتمر، وصارت هو كبيرة جدا بين كنيسة الكلدان في أمريكا كلها وبين الباتريكية لسبب كانت الباتريكية بريئة منه، لأن مثل ما قلنا هناك أحزاب كلدانية فعليها أن تتبنى هذا العمل. تم ردم تلك الهوة بين الكنيسة بين الباتريكية وبين كنيسة ميشيغان والحمد لله، لكن هذه الهوة ما زالت موجودة بينها وبين كنيسة سانتياغو. قال الأخ منير بأن نيتنا بأن نزور هذه الكنيسة أو الأسقف، وقال الباتريك أيضا بأنه راح يجي يوم وراح أزور هذه الرعية وأزور مار سفر جمو. لكن حسب ما أشوف أني ما بقت حجة بعد ما قام الباتريرك لويس ساكو بهذه المبادرة اللي فشلت بها كل الأحزاب الكلدانية في تأسيسها وحل هذه المشكلة، حلها ببناء هذه الرابطة بأفكاره وحكمته ونجح، بينما فشلت كل الأحزاب الكلدانية. الآن شنو هي حجة المطران سهل جمو لكي لا هو أيضا هم يدعم هذه الرابطة؟ نتمنى لهذه الرابطة مثل ما قال أخ منير بزيارتهم إلى هذه الرعية بأن يردموا هذه الهوى ويعيدوا كنيسة سانتياغو إلى الكنيسة دينيا ولغويا أو رابطيا. نتمنى ذلك ونتمنى للرابطة الكلدانية النجاح وأن تكون الحل الأمثل لكل هذه المشاكل. وشكرا للجميع. شكرا للأخ وردة. آخر المتحدثين وأيضا تعليقة وأمنياتها هي أمنياتنا كلنا، وشكرا لكم وعلى حضوركم، وإن شاء الله لنشاطات قادمة للرابطة الكلدانية و ما أعرف الخطوات الجاية إذا ممكن الأخ منير. طبعا عندنا أبليكيشن ممبرشيب يعني انتساب، ورقة الانتساب إذا واحد يحب راح نخلي نسخ عند آسيا رابي دكتور جورج، والنظام الداخلي بالإنجليزي وبالعربي أيضا موجود. الفرع الرئيسي راح يكون بتورونتو، راح نفتح كل مدينة بها وجود كلداني، راح نفتح مثل مكتب. النشاطات تعتمد على عدد الأعضاء، يعني مثلا إذا زادوا راح نسوي لجان، كل يعني لجان هي راح تكون حسب النظام الداخلي. حاليا هي مو مسألة اجتهادات، يعني احنا طالما اكو نظام داخلي
راح نحاول قدر الامكان انه نتبع النظام الداخلي. فهنا نقول انزل اذا العدد صار فد عدد معين فتكون لجان ايضا. عندنا سنه تجريبيه، النشاطات حسب اللجان يعني نقسمها، وخلنا ننتسب اول مره، مو مساله يعني خلينا نكون يعني نبادر ونقول احنا نريد نشتغل وراح تجي افكار. عندنا افكار ببالنا بصراحه، هواي افكار عندنا، بس يقول المثل الانجيلي الحصاد موجود والحصادون الحصاد كثير والفعل قليلون. بس ما كانوا خن خنواثي خثواثي ليش مش معتو خن طرانا محكم كل داية بس يقارى طالوخ محكيلي بعربي قد أبونا داود يعني يون متلو خ قانونا جو بيتها يعني كل داية كل داية. بس ما هذا خمدي يعني مجربه لا يدخل تدها أخ متعصب برناشة ومتعصب يسامي عين برناشة خصم النوخ كلوخ يعني. بس برناشة حكمة بيني اثمن ديانة يعني قرك قرك يا خالي يا ولا قدر وقيمة يعني قنهي يعني أنت شان أبغيها مسكر خلي. وشكرا المونسنيور والبساسة طال خبينا خينا أنت ما حكيت رامي. بس شكرا لهم الحضور ديهم وتيمود انه مش قلة فائدة كبيرة من مدينة محكيلوخ، واتمنى تداول المنتسبين ترابط الكلدانية العامة في العالم كله.